عزيزي الفنان المبدع، برز روحك. هالفيديو راح يكون مطول شوية لأننا راح نسمع أشياء غريبة وعجيبة أول مرة نسمعها مع بعض. كل اللي بتسمعه اليوم مصنوع من خلال الذكاء الاصطناعي، والموقع اللي راح نستخدمه هو موقع audio.com. هاي الموقع موجود هنا، راح أخلي الرابط ماله في وصف هاي الفيديو. بس هاي الموقع يقدر يخلينا إن إحنا نألف موسيقى من خلال إدخال بعض الكلمات للذكاء الاصطناعي، على أساس أنه هو يصنع لنا هاي الموسيقى، يسوي لنا موسيقى كاملة من ألحان، من كلمات، من أي شيء، من توزيع. الموقع مو طبيعي يا صديقي الفنان. أوكي، خلونا أول شيء نبتدي بنظرة سريعة على الموقع. أهم جزئية في الموقع هي طبعا الكرييشن، هنا راح نتكلم عنه الحين. عندك ثلاث سكشنات رئيسية على الجهة اليسار، هنا ديسكفر اللي من خلاله نقدر نحن نسمع الأعمال اللي الناس سوتها على هاي الموقع، أشياء غريبة عجيبة طبعاً بخليكم تقدرون تسمعونها أنتو. والسكشن الثاني اللي هو My Creations اللي فيه كل الأشياء اللي إحنا راح نصنعها أو اللي هو راح يسجلها لنا أو يألفها لنا. واللايك سونجز اللي هي الأغاني اللي أنا سويت عليها لايك. خلينا نرجع حق الصفحة الرئيسية ونبتدي بأول نموذج بسيط لصناعة الأغنية. هاي النموذج راح يكون البيسك برومبتنج يسمونه، اللي هو أنا مجرد أني أروح هني، حتى هم عاطينك بعد يعني نماذج معينة، مكتوب A song about the resilience of dandelion. هو حاط لك نماذج على أساس أنه هو يعطيك أفكار شنو تقدر أنك أنت تكتب. لو ضغطت هني كذا مرة راح يعطيك أشياء مختلفة، كل مرة راح يعطيك فكرة ثانية. بس إحنا طبعا خلنا نبتدي من الصفر ونقول له أن مثلا نبي A song about feeling happy. هاي طبعا الكلمة الرئيسية اللي أنا أقدر أعطيها إياها. نقدر الحين طبعا نقول له هني في التاجز اللي موجودة، يعطينا هو مجموعة كبيرة من التاجز اللي هي عادة تكون الجانرز أو الأشكال المختلفة من الموسيقى. عندنا pop, jazz, classical, hip hop, pop rock, alternative rock والكثير من التاجات الثانية اللي موجودة هني. فإذا قلنا مثلا إن إحنا نبي هاي الموسيقى اللي هو يسوي لنا إياها تكون مثلا إلكترونيك، تكون مثلا تكنو، وإذا وقفنا هني وقلنا له كرييت، راح شي يسوي؟ راح هو يألف أغنية كاملة من موسيقى وكلمات أيضا، لأن احنا أوريدي مختارين هني الأوتو جنريتد. بني بعد شوية حق الأقسام الثانية بنتكلم عنها بالتفصيل. بس إذا الحين عطيته هالجملة وقلت له A song about feeling happy, electronic, techno وقلت له كرييت، راح ياخذ شوية وقت ويألف لنا مقطوعتين موسيقيتين فيهم هاي البرومت اللي احنا كتبناه. خلينا نشوف الحين شنو راح يعطينا من نتائج. اوكي، صار له الحين تقريبا دقيقتين ونص لثلاث دقائق لما عطانا هاي المقطوعتين. خلونا نسمع شنو ألف. وهاي المقطوعة الثانية اللي ألفها لنا. Everybody feel joy when the
اوكي الحين لو لاحظتوا احنا ما عطينا وايد معلومات بس مجرد عطينا جملة واحدة وهو قدر انه هو يسوي هاي الاغاني اللي سمعتوها الحين. اوكي خلينا نرجع هنا مرة ثانية ونسوي ريست. خلونا الحين نتكلم عن الادفانس برومبتينج اللي هو كتابة البرومبت بس بطريقة شوية مبتكرة عساس ان احنا نقدر شوية يكون عندنا كنترول او يكون عندنا تحكم اكثر على النتائج اللي يعطينا اياها البرنامج. خلونا نجرب الحين نسوي مثلا اغنية عربية بنقول له مثلا ان Arabian song about lost love. Okay. نقول له كوما ونقول له Arabic. نبتدي نكتب Arabic. ساعات ما تحصلون التاقات مكتوبة هنا فلازم تبتدون تكتبونها عشان يطلعون التاقات المقاربة أو المشابهة لها. فبيطلع هنا Arabic music. نختار Arabic music. نقول له مثلا Arabic. يطلع لنا Arabic folk music. وهنا في هاي القسم اللي تحت بني نقول له custom عشان إن احنا نقدر إن احنا نعطي الكلمات اللي نبي يعطينا اياها. فاني نعطي مثلا كلمات هنا انا بحاول اشوف لي كلمات اي اغنيه او اذا عندي كلمات مثلا معينه ابي اكتبها ممكن انا اكتبها هنا. اوكي خلينا الحين بعطيك بعض الكلمات عشان انه هو يقدر يستخدمها في تاليف هاي الموسيقى. الحلو في الادفانس برومبتنج هنا ان احنا نقدر يكون عندنا شويه كنترول اكثر. خلينا نقول مثلا ان هاي السكشن هنا يكون مثلا هو كفيرس فاني نقول له فيرس وعدد الكلمات اللي راح نعطيه اياه هي اللي راح تحدد طول الأغنية اللي بيعطينا إياها. يعني إذا بغينا إن إحنا تكون الأغنية مالتنا قصيرة لازم الكلمات تكون قليلة ما يصير أعطي كلمات وايد. يعني بحد أقصى يكون عدد الأسطر هني 6 أسطر خاصة حق الكلمات العربية لأن تكون عادة شوية أطول من الإنجليزي. فكل ما حاولنا إن إحنا نختصر في الكلمات كل ما كانت النتيجة أفضل خاصة في اللغة العربية. خلنا الحين نعطي هالكلمات ونشوف شنو راح يسوي لنا. نقول له create وحين طبعا راح يستخدم الكلمات العربية اللي حطينا له إياها وراح يلحن لنا موسيقى تكون موسيقى عربية لأن حددنا له إحنا في البرومت إن إحنا نبيها تكون موسيقى عربية. أوكي الحين جهز لي أيضا أغنيتين أول مرة راح أسمعهم معاكم خلونا نشوف شنو كانت النتيجة. اوكي هاي كانت كلش مختلفة ما كان متوقع انها تطلع كذي. خلينا نسمع الثانية. مرة ليش بس في اللغة العربية ألاحظ أنه هو أحياناً ما يبتدي من بداية الكلام يبتدي يمكن من النهاية أو من النص. فهاي شيء غريب أنت لازم تحاول أنك أنت تجرب تستخدم كذا طريقة على أساس أنه تحصل على النتيجة اللي أنت تبيها. طيب خلنا نغير شوية في البرومت ونحاول نحصل نتيجة أفضل. خلنا نقول أنه مثلاً Finding Love Arabic Pop ونخلي البرومت نفس ما هو ونقول له Create نشوف شنو راح يعطينا هالمرة. اوكي الحين جهز لنا اغنيتين خلونا نسمع النتيجه الاولى. طبعا في العربي انت وحظك اللي يطلع وياك. خلونا نجرب نسمع الاغنية الثانية.
اوكي الحين هاي الاغنيه الثانيه قدر انه هو يضبط شويه اللغه العربيه فيها، بس هي اكيد مثل ما سمعته بعض الكلمات ما قاعده تطلع صح. الطريقه اللي لاحظت انها هي ممكن تصلح بعض الكلمات هذه هي بالتشكيل. خلونا الحين نتكلم عن خاصيه الريمكس. الريمكس هو راح ياخذ الموسيقى اللي سواها اللي انت سمعتها الحين، واذا غلط في الكلمات ممكن انه يعدلها، او ممكن انه هو يستخدمها كقاعده لبناء موسيقى او مقطوعه جديده من نوع اخر. يعني اذا قلنا له ريمكس الحين راح يخلي كل شيء مثل ما هو، وهني عندنا عداد اسمه الفاريانس. الفاريانس يعني مدى تشابه هاي المقطوعه من المقطوعه الجديده اللي تبيه يالفها. ممكن نحن نخليها تكون جدا متشابهه او انها تكون جدا مختلفه. اذا احنا قلنا اوكي هاي الستايل عاجبنا، نبي يعطينا ستايل مشابه له، بس بعض الكلمات مثل ما سمعنا ما قالت النطق بالشكل الصحيح، يعني خاصه كلمه تقصدني، ممكن نحن نحاول نشكلها ونجرب ان احنا نضيفها مره ثانيه ونشوف شنو راح يعطينا. خلينا نجرب نشكل هاي الكلمات شويه ونرجع نعطيها اياه ونشوف شنو راح يعطينا من نتيجه. اوكي الحين شكلت بعض الكلمات خاصه كلمه تقصدني وحبنا عشقنا، حطيت عليها بعض الحركات. خلونا نجرب الحين انه هو نسوي له ريمكس، ما راح نغير اي شيء ثاني، بس راح نتاكد ان الفاريانس صاير الى جانب السيميلر، ان احنا نبي شيء مشابه للنتيجه اللي اوريدي سمعناها، نقول له ريمكس. اوكي الحين عطانا نسختين من الموسيقى اللي سمعناها، خلونا نشوف اذا ضبط معاه الكلمات ولا لا. نسمع الاولى. لحين نجرب الثانية يمكن قدر يضبطها. اوكي يعني مو 100% بس شويه قدر انه هو يعدل من الكلمات اللي فيها. تقصدني شويه لحين مو ضابطه. المهم الحين خلينا نقول مثلا ان هذه الاغنيه عجبتنا اللي هو الريمكس الثاني، نبي الحين نخلي من هاي الجزئيه اللي هي مجرد 33 ثانيه نخلي منها اغنيه كامله. شلون راح نسويها اغنيه كامله؟ راح نضغط على زر الاكستند. الاكستند راح يعطينا جزئيه جديده هنا، وعندي أربع خيارات. الخيار الأول هو أني أنا أضيف مقدمة لهاي الجزئية، أو أني أنا أضيف سكشن أو مقطع قبل هاي المقطع اللي أنا سمعته، أو أني أضيف مقطع بعد المقطع اللي أنا سمعته، أو الخيار الرابع هو أني أضيف نهاية لهاي الأغنية. أوكي الحين بنضيف سكشن الكورس. عشان نضيف سكشن الكورس بنستخدم هاي تاجز هني، نقول إن هاي كورس. وعلى فكرة تقدرون تستخدمون مثل ما هو مكتوب هني في مجموعة كبيرة من التاجات اللي ممكن تستخدمونها على أساس أنكم تضيفون كنترول أكثر على النتيجة اللي راح يعطينا إياها. يعني ممكن أقول له كورس، ممكن أقول له جيتار سولو، ممكن أقول له مثلا دروب، ممكن أقول له مثلا بريدج. كل هاي الأشياء راح تعطيني سكشنات مختلفة. طبعا إذا أنت في مجال موسيقى راح تعرف كل هاي الأشياء شنو معناتها. فراح نقول له الحين أن احنا نبي بس نضيف كورس سكشن بهاي الكلمات اللي موجودة هني، وراح نقول له هني من الخيارات اللي موجودة حق الاكستنشن نحن نبي نسوي اد حق السكشن. فهاي الحين بيعطينا اياه راح يكون بعد المقطع اللي احنا سمعناه. فنقول له الحين اكستند ونشوف شنو راح يعطينا من نتيجة. اوكي احنا اعطاني تراكين مختلفين، راح نسمع الاضافة الجديدة اللي اضافها لنا على السكشن اللي كان موجود. اوكي هاي كانت النسخة الأولى، نشوف النسخة الثانية شلون إذا كانت أحسن أو لا. أحنا كنين دانو قد
طبعا النسخة الأولى كانت أضبط شوية، اثنينهم عفسة طبعا في اللغة العربية، بس شوية كانت النسخة الأولى أحسن في الكلام العربي اللي انقال. لو ضغطنا عليها نشوف ان احنا طبعا كل شيء قاعدين نسوي نشوف ان هو قاعد يضيفه هني من كجزء من الأغنية. خلينا نقول له بعد اكستند مرة واحدة، وهالمرة بنقول له ان هو يضيف لنا انترو، وهالانترو نبي يكون انسترومنتال، يعني ما يكون في اي نوع من الكلمات الموجودة، فراح تكون مقدمة الأغنية فيها موسيقى فقط. خلينا نجرب نشوف، نقول له اكستند ونشوف شنو راح يعطينا كمقدمة لهاي الأغنية. هاي كانت النسخة الأولى، نشوف النسخة الثانية شلون المقدمة مالتها. نقول مثلا ان النسخة الاولى هي اللي عجبتنا، نضغط عليها مرة ثانية ونقول لها ايضا extend، هالمرة راح نضيف outro، هاي الاوترو هو بيكون نهاية الاغنية. خلونا نقول لها extend. نسمع الثانية. كذي صار عندنا أغنية، إذا حبيت أنك أنت تسميها أغنية. طبعا بالعربي الموضوع شوية صعب، بس النتائج بالإنجليزي وايد وايد أسهل. خلونا نأخذ نموذج لصناعة أغنية إنجليزية. أوكي، بنروح هني بنقول له ريسيت، ونقول له مثلا song about finding new love euro dance progressive house، ونعطيه بعض الكلمات. هاي الكلمات قلت طبعا حق شات جي بي تي إنه يعطينا إياها، بس خلينا نحاول نقللها شوية. عدلت شوية في الكلمات هنا، راح أقول له الحين create عشان تشوفون بس الفرق ما بين النتائج العربية والنتائج الإنجليزية. Lost in the echoes of yesterday's sighs, wandering through the shadows of past goodbyes. But then, like a beacon in the night, your love emerged, igniting celestial heights. اسمع الثانية. Lost in the echoes of yesterday's sighs, wandering through the shadows of past goodbyes. But then, like a beacon in
اوه هاي وايد وايد عجيبة. خلونا الحين مثلا نحاول نسوي اغنية كاملة منها، فبنيه حق هاي السكشن اللي سواه ونقول له اكستند ونضيف سكشن جديد هني مثلا ونسميه كورس ونعطي الكلمات هني. خلونا نجرب شيء ثاني، نقول له هني بري دروب وهني الدروب ونقول له اكستند الحين، وبنضيف عليه ايضا فيميل فوكاليست. اوكي النسختين جاهزين، نسمع الاولى، نسمع السكشن الجديد اللي ضافها. نسمع الثانية. حلو هاي النسخة الثانية، خلينا نقول لها الحين extend ونضيف لها section instrumental ونقول له هني مثلا solo lead synth. اوكي الحين جهز لنا هاي section، مفروض الحين نسمع جزئية فيها solo حق synth. ممتاز صراحة. الحين نقول له بعد extend ونقول له إضافة intro. أوكي عطيته بعض الكلمات حق النظيفة في المقدمة وقلت له add intro، وحطيت له بعض الكلمات ومثل ما لاحظتوا هني بعض الكلمات ما بين قوسين، خلينا نشوف شلون نقدر يقول لنا إياها. نسمع الحين المقدمة الجديدة. نسمع المقدمة الثانية الحين. وكذا احنا قدرنا ان احنا نضيف مقدمة وسكشن في النص وفيرس وكورس، وحين نقدر نضيف اوترو حق نفس هاي الاغنية اللي عجبتنا اخر واحدة، ونقول له ان يضيف اوترو بانسترومنتل، وبكذي راح تكون عندنا اغنية كاملة راح اشغلكم اياها في نهاية هاي الفيديو. Ladies and gentlemen, thank you for joining me tonight. I know you had options. You could be anywhere else, like at home, questioning your life choices while scrolling through Netflix. But instead, you're here, listening to me make bad decisions out loud. طبعا قبل ما أوعدك صديق الفنان، خليني أقول لك عن نقطتين مهمتين. النقطة الأولى هي موضوع الكواليتي أو جودة الموسيقى اللي قاعد ينتجها لنا هاي الموقع. مثل ما سمعت هي MP3 بس مو عالي الجودة، يعني مستحيل أنك أنت تستخدمها كاستخدام بروفيشنال في أي مكان ثاني. والنقطة الثانية هي
الترمز والكونديشنز اللي هي تصريحك لاستخدام هاي الموسيقى. بحسب المعلومات اللي موجودة في هاي الموقع تقدر انك انت تستخدم الموسيقى اللي ينتجها الموقع في امور ممكن انها تكون امور تجارية، ولكن طبعا لازم تذكر اسم الموقع في اي مكان تستخدم فيه العمل اللي يطلع لك اياه. ولكن لحد الحين لحد اليوم هاي الامور كلها امور غامضة، يعني ما ندري شنو راح يصير في المستقبل. هل راح يصير حظر على هاي الموقع على استخدام الموسيقى اللي يطلعها لنا هاي الموقع؟ هاي كلها راح نشوف شنو راح يصير في المستقبل. واشكر صديقي الفنان المبدع لوصولك معاي الى نهايه هاي الحلقه اليوم. لا تنسى تعطينا زر اللايك وتشترك في القناه وتشاركها مع جميع اصدقائك المهتمين في هاي المجال حول العالم. اتمنى لك دوم الصحه والسعاده، واشوفك ان شاء الله في حلقه قادمه. Lost in the echoes of yesterday's sighs, wandering through the shadows of past goodbyes. But then, like a beacon in the night, your love emerged, igniting celestial heights. Dawn's embrace.